عودة لكم وعودة لضيفتي لليوم دكتور فيكتوريا عناني. كيف نحافظ على بشرة جميلة بعيدا عن الفلتر وبعيدا عن زيادة عمليات التجميل، ولكن نستفيد أيضا من التقنيات الجديدة اللي ممكن تعطينا نضارة وجمال، ونلجأ لبعض التعديلات يلي كمان يمكن احنا بحاجة لها لنحس حالنا يمكن بشرتنا هيك مرتاحة أكثر. شو بتنصحينا دكتور فيكتوريا بهالمجال؟ هلا حكينا نحن على الشغلات اللي بنقدر نعملها بقلب البيت، انه كيف نهتم بحياتنا الصحيه الطبيعيه وكيف ننظف بشرتنا، بس طبعا في كمان الصبايا فيهم يهتموا اكثر باي مركز تجميل، في نعمل كونسلتيشن نشوف بشرتنا شو نوعها، جافي ولا دهنيه، فينا نعمل تقشير مره بالسنه على القليله، بنروح كل الطبقه الميته ومنجددها، فينا نعمل هيدرا فيشل. الهيدرا فيشل هي تقنيه كثير ممتازه لكل انواع البشره حتى الكبار والصغار باي عمر، للحوامل والمرضع ما في مشكل، لانه هي عباره عن مبدا انه مثل في فاكيوم شوي بشد الجلد بقيم الجلد الميت، بعدين في سيروم بيدخل بيغذي البشره بنفس الوقت، والسيرومات متعدده، في يعني للبشرة الدهنية، في للبشرة المختلطة والجافة، بالإضافة في مواد خاصة للحوامل مشان ما يتضايقوا. فالهيدرا فيشل أنا بنصح فيه لكل الصبايا والشباب، هاي كتير هذا الإجراء منتشر بكل العيادات وهذا كتير حلو، مدته ساعة، فهذا حلو. فينا نعمل ميزوثيرابي، فينا نعمل هدول أبسط الإجراءات ونحافظ فيها على بشرتنا ونحافظ. بالإضافة إنه بعد عمر معين فينا نستخدم حقن الإبر النضارة كمان فينا نحافظ، هاي كتير هلأ دارجي إبر النضارة بطريقة كتير، هي عبارة عن حقن مواد مغذية من هارونيك أسيد، من فيتامينات مثل فيتامين سي، فيتامين إي، بالإضافة ل إذا كان في شوية تكلف فينا نستخدم مواد بتبيض، بالإضافة إنه مهمة هلا علاج صراحة. إيه. دكتور فيكتوريا إيه. بتعرف هلا في ناس يمكن رح يفكروا الحقن إنه الإبرة الطويلة، لا هو في إبرة صغيرة بنعمل مثل مساج على الوجه، صح؟ ايوه في هاي فيها نوعين، فينا نستخدمها بالدرماتين، هو عبارة عن ألم آخرته عدة إبر من أحلى بيفتح البشرة مسامات كتير خفيفة، ومنحط المنطبق المادي فبصير أبسورب أكثر للمادي. هاي تقنية الميزو اخترعوها بفرنسا، بدل ما نحط كريمات منحطها بإبر كتير خفيفة وناعمة، فهاي هي أبسط طرق بدون ما نروح على إجراءات أعمق الفيلر والبوتوكس أو الجراحة. فهاي أبسط الأمور هي التقشير أو نعمل هيدرا فيشل أو نعمل درماتين أو علاجات إبرة النضارة بالميزو. يعني دكتور عن جد قديش عالم التجميل عم يتوسع، بس أنا اللي بقوله دايما مثل ما قلنا أنه حياتنا الصحية كمان بتعكس على وجهنا، وحلو الواحد يعمل تعديلات بسيطة تريحه نفسيا، سواء عم نحكي عن السيدة أو الرجال. إذا حسينا مسهلات سودة تحت العين، يمكن في بعض الإبر يلي دايما بتقولولنا عنها بتساعد، يمكن حتى كمان تنظيف البشرة، أو يمكن شوي البوتوكس الخفيف. بس بدنا نرجع نذكر الناس أنه مثل ما قالت دكتور فيكتوريا، جمالكم هو الأساس، وأنتو الأساس هو الأساس، أنتو يعني كيف تهتموا بصحتكم وصحة بشرتكم، والباقي كله بيجي لا يكمل الجمال الطبيعي. مرسي كتير دكتور فيكتوريا على المقابلة. شو آخر نصيحة بتقوليها لكل يلي عم يسمعونا؟ أول نصيحة هي الواحد يوثق بحاله ويعرف شو بده، وبعدين يقرر أي إجراء بده يعمله، يعني ما يكون تقليد، يعني مثلا هذا الفلتر هيك لازم أنا أكون هيك، هذا بس نصيحة، ويكون ويروح على الشغلات البسيطة، ما يروح فورا على الإكستريم، يعني هيدي شوي 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 بشغلات كتير بسيطة. بس في نصيحة كنت حابة انصح الصبايا، انه في كتير ناس ما بيعملوا ابدا لا هيدرا فيشل ولا بينظفوا وشهم ولا شيء، وبعدين بيصيروا مثلا فجأة بيصير بده يعملوا كل شيء. لا، انت عمل الشيء المعتدل باعتدال، مرة كل شهرين ثلاثة تعمل هيدرا فيشل ابسط الامور، تحط كريم وغذية، تحط الغسول المناسب لوشك، هذا بس، هاي شغلات كتير بسيطة، ما ضروري نروح للإكستريم كمان، ومفيدة يعني ما تكونوا لا هيك ولا هيك. شكرا لك دكتور فيكتوريا، متمنى لك يوم سعيد، وإلى لقائنا الجديد إن شاء الله قريبا. بتمنى لك نهاية سنة حلوة، لأنه نحن هلأ مع شهر ديسمبر ونهاية الشهر تقريبا، ويوم سعيد لكل الناس اللي سمعونا كمان. شكرا كثير لك للفرصة الحلوة، كل عام بخير. شكرا لك.